اهلا وسهلا باحسن المتتبعين. نقدم راسي هي الاولى، ولكن واخا نقدم لكم راسي تقدروا تكونوا كتشوفوا هذا اللايف على شي حساب مزور. كنحذركم من التواصل مع اي حساب يقول لكم انا الدكتوره اسماء حمدوني، لانني انا ما تنتواصلش مع المتتبعين وما باغاش نتواصل معكم وما عندي بكم حتى شي علاقه. ما تندير اشهارات، باغا نحذركم باغا نقول لكم تابعوني. الا كنتي غير مهتم بالصفحه يمكن لك دير ديزابوني ولا دير حتى بلوك. هادشي ما غادي يبدل حتى شي حاجه في الحياه ديالي ولا في الاهداف ديالي ولا شنو باغا ندير. اوكي، بقيتي هو هذاك مرحبا، ما بقيتيش مرحبتين. دونك واحد الصفحه الله يجازيكم بخير راه تدير الصور ديالي، كتهزهم كديرهم، كتهز الفيديوهات ديالي وتديرهم عندها، اولا كتهز لايف كامل وكديرو ديرو على شكل مباشر حيت هما تيعرفوا داكشي ديال الانفورماتيك. وانت على نيتك تدخل كيبان لك على المباشر، كيبان لك انني كنجاوب الناس لتحت الكومونتير، كتقول راه هذه الدكتوره اسماء. بهاد الصفحه كانت كتنصب على الناس كتقول لهم انا الدكتوره اسماء صيفطوا لي الريشارش. من بعد ولات تقول كدير تصاور ديال الدوايات وكتقول لهم غنبيع لكم الدواء. واحد الراجل عيط ليا من السماره، ماشي عيط ليا، صيفط لي واحد السيد من بوشتو كيعرفو، قال لي دكتوره انا جيت ناخذ من عندك الامانه. قلت ليش من امانه؟ قال لي الدواء ديال البرص اللي صيفط لك الدواء 800 درهم. قلت له ودي فين صيفطتيها؟ قال لي صيفطت لك في المرتب. قلت لي باش عرفتي المرتب؟ قال لي حيت في واتساب دايره التصويره ديالك. باقيين في المغرب ناس الا شافوا شي واحد داير تصويره في واتساب تيقولوا صافي راه هذيك واتساب راه ديالو لان كاين فيها التصوير. قلت ليه داكشي اللي غنقول لكم دابا، قلت ليه اللي صيفط شي حاجه يمشي ديكلاري عند السيد وكيل المالي، كيدير شكايه، كتكون غادي في الشارع سول شي واحد قول له واش كاين شي كاتب عمومي هنا. ايوا ودير الشكايه ديالك وعرف راسك انك انت تعرضتي لعمليه نصب. الانسان ملي تيكون مغفل كيتعرض للنصب، باش ما يبقاش مغفل خاصنا نوريه. اذا انا تنوريكم دابا، تنقول لكم اي واحد تشوف حساب ديال طبيب ديال بيلوت ديال مهندس ديال استاذه ديال طبيبه ديال فرمليه ديال قضيه ديال محامي ديال داكشي كله كذوب. ديما الانترنت كلها كذوب. وديما قول مع راسك علاش الطبيبه تواصلت معايا، علاش غنتواصل معاك، شنو شكون انت، شنو غنربح منك الا تواصلت معاك. الحسنات كاينه غير الذنوب في الانترنت. انا عندي خبره متواضعه في الانترنت، تنقول لكم ان كاين غير الذنوب في الانترنت وكاينه قله العراض وقله الحيه والكبت. الا دويتي مع شي وحده غتلقاها مكبوته، الا دويتي مع شي واحد غتلقاه مكبوت، كاين غير الكبت وكاينه شي حاجه اخرى. لان الراجل اللي كنعز عليه راسو ما يمكنش يدوي مع طبيبه في الانترنت ويقول لها انا مريض بالمرض الفلاني صيفط لي الدواء الفلاني، ما يمكنش حيت هو عزيز عليه راسو غالي. دونك انت ملي كتسول في الانترنت بحال كتقول انك انت ماشي بنادم، تكون طبيبه ولا تكون جراحه ولا تكون كما كانت، هذاك الحساب اصلا مزور. وحتى لما كانش مزور خاصك تمشي عند الطبيب اللي حداك كتشوفو كيشوفك، عارفو طبيب وداير اللافته ديالو، ولا تمشي لواحد المستشفى معروف ولا كلينيك معروف. سلام دكتوره بلوك، اول ريسبكت، شكرا لك دكتوره على مجهودك الرائع اللي حدك. وين غبتي عني يا عيوني من ليله الفندق ما نسيت حضنك والله. نواف النجعي، بحال دابا هاد نواف النجعي هو مغربي، تقدر تلقى سميتو حموده، تقدر تلقى سميتو جيلالي، تقدر تلقى سميتو عويطه. ودخل اشنو قال؟ قال اجي ندير راسي خليجي. نسى راسو انه دخل عند دكتوره عندها اكثر من 3 سنين ديال الخبره ديال اللايفات. يعني الانسان غير من السميه ديالو كنعرفو راه نصاب. تما راسو نواف النجعي، دابا مغربيه مسكينه فيها الطماع ولا شي دريه صغيره ما عرفاش، يقول لها انا خليجي شلونيك حبيبتي كذا كذا كذا، غتيقيه. انا ما يديرش بيا حيت هو كذب هنا، قال لك من ليله الفندق نسيت حضنك. اذا شحال من وحده دابا مسكينه راه مصاحبه مع شي خليجي، ماشي خليجي، اه مغربي ولد عمك ولا حداكم ولا ولد بلادكم، وتيدير راسو خليجي باش يضحك عليك حيت انتي طامعه في الفلوس. عند بالك ان الخليجي غيشدك غادي يشري لك خاتم مليار ويشري لك سياره رانج روفر وغادي يدير لك داكشي، ما يدير لك والو. انت كاين الفسق، انا دوزت لشحال من وحده
محاولة انتحار. مشات ضحكوا عليها، بداوها خدموها كيخدموك بحال فوندرون، واحد الرسوم متحركة وكان كيتباع، كنا كنشريو في قشاوش. كيخدموك بحال فوندرون من 7 الصباح حتى 12 الليل، كديري كلشي. ولا كان شي واحد عظامو تقال عليه كتكمل ديري عظيمات، وراكم فهمتو، ويحيدوا لك الباسبور ويقول لك كفالة ما كفالة، وما كاين لا كفالة لا والو، وتبقاي عايشة كالكلبة. طلبي وتزاوجي، علاش؟ لان ضحكات عليك شي وحده قالت لك اجي نوريك واحد الخليجي، ها هو هذا مغربي داير راسو خارجي، فهمتي؟ اذا من اليوم خاصك ملي تخرجي للانترنت تعرفي ان الا دو معك شي واحد بالخليجيه راه يقدر يكون ها مغربي ودير راسو خليجي باش يضحك عليك. واش انتي ما عندك ما يدير مقابله غير فيسبوك؟ اه انا غادي نتفرغ الفيسبوك، لان كاين عمليه النصب كيديروها بحالك سيدي، داكشي علاش انت تقرصتي، كديروا راسكم خليجيين وانتم ماشي خليجيين. علاش؟ باش تضحكوا النساء طماعات. الا كنتي لاباس عليك نجاوبك، الا كنتي مقرد ما عندكش الحق تقول النساء طماعات، لان المنطق تيقول ما تقول المراه طماعه حتى تطمع فيك. انت شنو غطمع فيك؟ شنو عندك اسبري دو ليون؟ زعما عندك العقليه ديال الاسد؟ اش من اسد فيه؟ داك ديال لي كوتش اللي كتقول لك انا الاسد، اش من اسد؟ كيفاش انت عندك عقليه الاسد ومتبعني؟ انا كيتبعوني غير المراهقين. شكرا للزوينين، الله يجازيكم بخير. الو، دابا هادشي كله مقدمه باش نقول لكم ما تبقاوش تثقوا في الانترنت. دابا غندخلوا في الموضوع ديالنا، الموضوع الرائع. صوتكم البارح، حاولت ندير معكم الديمقراطية. أشكرك جزيل الشكر على موضوعك الهادف، فأتابعك منذ فترة. بارك الله فيك، الله يجزاك بخير. دابا سيادي، البارح درت الديمقراطية، يعني خليتكم نتوما، صوتكم، قلت لكم واش نكملوا في الموضوع ديال المطلقة اللي كتبقى على علاقة حميمية مع طليقها. عطيتكم الاختيار، كاينين الناس قالوا لي كملي بغينا نعرفوا هذا الشيء، وكاينين الناس ما عجبتهمش الفكرة. انا غنحتارم الاولين ونحتارم الثاني، ولكن كيفاش غادي ناخذ القرار؟ غادي ناخذ القرار على حسب خطوره الامر، على حسب واش مستعجل، على حسب الارقام، وعلى حسب شحال من واحد طلب وشحال من واحد ما بغاش. بما انني انا باغا ندوي على هذا الموضوع، اذا غنصبق راسي. كون كان عنده الفلوس ما يكونش فينال فيسبوك مقابل البيزنس ديالو. مثلا عنده شخصية ضعيفة ومهزوزة، هما اللي يتخيلوا راسهم خوالجة وهما في الواقع عندهم رهاب اجتماعي. أجبتيها جيها لصقة كيف كيقول، حيت كون ما كان عنده رهاب اجتماعي كاع ما يدوي في الانترنت، كنا كيدوي في الواقع. ولا اللي عنده شي حاجة مفيدة يخرج يدير لايف توا يعري على الناس. هاك بالسلام. موضوع الحلقة هو المرأة المطلقة، ديما المرأة المطلقة. اليوم غندوي معاها، غنجيو منها، لان بزاف الناس قال لك علاش كدوي على هذا الموضوع. ماشي بزاف، انا يصحاب ليا كلشي كيقول لي دوي على هذا الموضوع. كاين الناس ما عجبهمش الحال، الشجره المثمره دائما يرمونها الناس بالحجاره. واصلي سيداتي، الله يحفظك. دابا اختي المطلقه، المواطنه المغربيه المطلقه، سمعيني مزيان اش غادي نقول لك. دابا انت عشتي واحد التجربه، انا ما غاديش نلومك، واخا تكوني انت مثلا طلقتي وبقيتي مصاحبه مع راجلك، سي بولا جو زون بولا، واخا تكوني طلقتي وبقيتي مع صاحبك على مع طليقك مصاحبه معاه، كتنعسي معاه حاجه السامعين، ولا عايشه معاه في دار وحده. انا اليوم غادي نجي من جهتك، داكوغ؟ يعني ما غاديش نلوموك، غادي نحاولوا نفهموا هذه المراه المطلقه. يعني انا بحال جيتي دوزي عندي، ما غنقول لك لا حلال لا حرام لا هادي لا ديك، غنحاولوا نفهموا شنو طرا عليك. اوكي، بلاك سوس اي موضوع تكلمتي عليه مزيان بزاف، حيت فتحتي عينينا على الواقع المؤلم. انا كنت عايش في غيبوبه سذاجه كبيره. مرحبا سي سيد، الله ينور، الله يحفظك. تحيه للدكتور، هذا الموضوع من اهم مواضيع، الله يحفظك. لا فام دي بورسي الا ميور سيلون لا كولتور اوتوكتون.
شوف اسمعوا، نقول لكم واحد الحاجة. انا اليوم غندوي معكم بالادب، غندوي معكم ظريفه. اللي مسلسع ولا اللي مسلسع ما غنجاوبكمش في اللايف. دابا انا اختاريت موضوع، انا نشرح لكم علاش كنتجاوب معاكم. ولا داكشي ضحكني، واحد قال لي اعزائي المتتبعين وانت النص فيه ثم خلودني، ما تنضحكوا حنا تنديروا ديك المعاطيه بحال هكاك لانك كطلع عليك التركيز، كتولي متبع معايا مزيان، والدراري الصغار كيعجبهم داكشي. داكو، اما نتوما راه فين بيني وبينكم الخير والاحسان. دابا بالنسبه للطلاق، واش حلال ولا حرام؟ هو حلال، حلال الطلاق سليم. واش قانوني ولا ماشي قانوني؟ قانوني الطلاق سليم. يعني اللي بغى يطلق يخرج من اللايف ديالي ويمشي يطلق، حنا ما سوقناش فيه، حنا ماشي حاطين لك السيف على عنقك وكنقولوا لك طلاق خايب ولا هادي، ماشي سوقنا فيك. دابا في الكره الارضيه كاينين الناس تيديروا واحد الحاجه وهما عارفين راسهم واش كيديروا، وكاينين الناس كيديروا واحد شي حوايج وهما ما عارفينش راسهم شنو تيديروا. داكو، الانسان اللي تيكون تزوج وما عارفش راسو لا يتزوج، كيكون الاحتمال ديال الطلاق عنده اكثر من واحد عارف راسو علاش تزوج. داكو، مني كتنوض نتا الصباح باقي ما غاسلش عينيك كتقول انا بغيت نتزوج. دابا انت قررت تتزوج مزيان، مني قررتي تتزوج واش هاد القرار واش مطبوخ؟ واش طبختيه؟ عندما تقول الحقيقة تنعشك الكلاب، وعندما تصمت يلومك المغفل. واللي بغى يتزوج الله يعاونه ولا ملك. دابا الزواج، كاينين الزواج ديال الناس اللي بعقلهم خاترين، وكاينين كاين الزواج ديال الناس اللي مساكن كينوضو الصباح و تيبغيو يتزوجو تيتزوجو، يعني ما خاترينش. دابا انت عندك الحق تكون خاتر وعندك الحق ما تكونش خاتر، هذاك الشيء كيعنيك انت. كذلك المرأة، المرأة اللي كتبغي تزوج عندها الحق تكون خاترة وعندها الحق تكون ما خاترش. التغميرة كتطلع زوينة الى طابت على الفاخر وبالختورية وبالشوية عليها. اللحم كديرو في الطاجين كديرو على الفاخر كيتحل، اتاي كديرو على الفاخر كيطيب مزيان وما كيضركش وكيجي زوين. مشكورة على طرح هاد الموضوع الساعة، الله يحفظك. دابا انت خاصك تعرف راسك واش من الخاترين ولا من الملاوطين. دابا اتاي ملاوط كتشدو كديرو فوق البوطة، كتشعل البوطة على حر جهدها كيبدا يبقبق. كتحطو، هذا سميتو اتاي الملاوط. كاين اتاي اللي كيبقى يتبخ بشويه عليه على الرماد، انت كتقول هذاك راه مابقاش الفاخر، وبشويه بشويه بشويه حتى كيبدا هذاك الغطا ديالو كيبدا يفرفر بحال هكا. انا غنسولكم سؤال، شكون فيكم بغى الزواج الخاطر وشكون فيكم بغى الزواج المزروب؟ نحيدوا الملاوط، طرا لكم شي نكسه. شكون اللي بغى، شكون اللي كيعجبو الزواج يتزوج، شكون اللي يتمنى يتزوج زواج مقود خاطر، وشكون اللي بغى يتزوج زواج بالزربه؟ دابا غنديرو، دابا حنا غادي ندوي معاكم على 167 واحد. سؤال طرح في المغرب من طرف طبيبه تخدم على الادمان، اشنو تبغي انت الزواج يكون؟ تبغي تزوج بطريقه خاطره هماويه، ولا تبغي تزوج زواج ملاوط؟ كتب بغيت خاطر اختي، خاطر وحده وحده.
دابا دويو، دابا دويو وخدوا راحتكم، انا غنعطيكم الكلمة ونتفرج في مكتوب الله. شنو الفرق؟ سؤال زوين، جاي جاوبوني بحال دابا. جواب جواد قال لك بغا الزواج الملاوط، مرحبا. الخاطر المعقول، الزواج الخاطر. انا عندي 32 عام وباقي متزوج، حيت باقي كنشوف راسي ناقصني بزاف باش نكون في مستوى الزواج صالح. ادوز عند الطبيب مره واحده غتزوج. شرحي لنا الفرق. مرحبا. زواج لي لا تدبير عام، خاطر وبالقوة من الرفيع. لالا فاطمة هضرة معقولة. زواج لي لا تدبير عام، هذا مثل مغربي تنأكدو أنه صحيح وصحي ومفيد للصحة. زواج لي لا تدبير عام، إذا بما أن كل شي قال بغى الزواج الخاطر إلا واحد سميتو جواد قال لك بغى الزواج الملاوط، دونك حنا غنمشيو مع الأغلبية. الا بغيتي الزواج الخاطر خاصك انت تكون خاطر. اشنا هي الحاجه اللي كتمنعك باش تكون خاطر؟ شنا هي؟ هي الفتنه. الفتنه ما كتخليكش تكون خاطر. داكو الفتنه كاين جوج فتنات في الدنيا، كاين الفلوس والجنس. ما حدك ما تتحكمش في الفلوس وفي الجنس، داكو اذا انت ما يمكنش تكون خاطر. الشاب العنيف اللي كيكون محصن نفسه ممتنع عن العاده والاباحه وكيمارس غض البصر كيعرف يختار، وكتكون عنده نظره ثاقبه للزواج عكس المدمن، نظراته محدوده جدا وقصوره في الجسد والمصلحه. كلام كبير. دابا الانسان الا كان تيبغي راسو، مثلا دابا انا تنبغي راسي، غادي نجلس في بلاصه نقيه. الا ما كنش كنبغي راسي غادي نقبل باي بلاصه. دابا انت ملي تتمشي لاي زواج وكتزوج باي طريقه، اولا الاخرى كتفرض عليك اي طريقه، اولا الاخر كيفرض عليك اي طريقه، دونك هنا انت ما كتكونش كتبغي راسك. مثلا انت كتجلس كتطلب قهوه، كيجي واحد كيحط لك عصير، تيقول لك راه العصير احسن من القهوه. ما خصكش تشرب العصير، حيت انت ما باغيش العصير، انت باغي قهوه، وما خصوش هو يشربك شنو بغا. فاهمين؟ انت خصك تعلم توقف تفراني، توقف طوموبيل وتقول مع راسك واش انا باغي هاد السيده او لا، غير معمر بها شي تقوى شي خويه. انت نتي خاصك ملي تبغي تزوجي تقولي واش هذا الراجل انا تنبغي ولا باغاه، ماشي تنبغي، شنو انا باغاه فعلا، ولا باغا غير معمر به شي خويه، ولا نديرو قومه. قومه يعني كتمسحي فيه الماضي ديالك باش الناس يولي يقول لك المطلقه، ما يقولوش لك اللي كانت كتخرج الطريق. دونك انتي منين كتكوني راسك ما عارفاش راسك شنو باغا كديري اي حاجه. كونط اون في با كونسيامون سكي امبورطون، اون في انكونسيامون سكي ني با امبورطون. داكور، انتي خاصك تعرفي راسك واش باغا تعمري التقابي. انا غنعطيك التقابي اللي تعمرو. مثلا مات لك باك، يجي عندك واحد الراجل كبير، اولا عندك مشكله مع باك، مرحبا بكم. البنت اللي كتكون عندها مشكله مع باها، او عندها نقص في الحب ديال باها، او باها قبيح بزاف، او باها ما تفهمهاش، او امها كتحكم في دارهم وباها مقموه، كتكون محتاجه لواحد الجناح ديال راجل يكون كيدير دور الاب. دونك هي غادي تمشي عند الرجال الكبار، ولا غادي تحد ترتاح ليهم، غادي تجي نتايا ولد الناس قدها في العمر ما غتبغيكش.
غادي تبغي راجل كبر منها. المجتمع كامل كيشوف فيها واحد الشوفة محدودة، لأن ماشي المجتمع كامل طبيب. غادي يقول هاد السيدة طماعة، طمعت لي فلوسه. ولكن هاد السيدة واخا يكون عندها الأموال دي الدنيا كاملة، هي خاصها أب. دونك انتي خاصك قبل ما تزوجي وقبل ما تكوني ضحية، خاصك تعرفي أن إلا ناقصك شي حاجة تمشي عند الطبيب تعالجيها. داكو، مني كتعالجي هداك النقص اللي مخلي باك، كتقولي تشوفي شي باني، كتقولي يخ يا لطيف اش دواني معاه، كيولي يبان لك بحال شي بيدوفيل. كتولي تقولي اه وانا غنمشي مع شي باني وانا باقا صغيره باقا زوينه، اش داني دي اتفاقي. انا دوست بزاف ديال البنات، سمعوا البنات تزوجوا مع رجال كبار في العمر، غير كدوز واحد الوقت كتحلوا عينيكم. دابا علاش الطلاق في المغرب طالع بزاف؟ لان انت راه كتزوج كتحل عينيك، تقدر تحل عينيك قبل من الزواج. باش هي ملي كتمشي عند الطبيب. الى عجبتكم هاد الشيء هذا، نوريكم حوايج اخرين عندهم تفسير اخرين. مثلا تقول البنت علاش تزوجتي مع راجل بينك وبينه 20 عام، هي ما عارفاش مسكينه، تقول لك كان ضريف معايا. ماشي كان ضريف، الرجال ملي تيكبروا سبحان الله العظيم، كاين اللي تيكبر بعقله والمسلسع ديما تيكبر مسلسع. واش البي بولير صالحين للزواج؟ تمشي تشديه من يديه، هذاك اللي عنده ثنائي قطب تشديه من يديه وتمشي معاه عند البسيكياتر ديالو، سولي البسيكياتر ديالو واش غيقول لك بينك وبينه. موضوع في السابق ضحك. دابا انتي مزوجة، انا بعدا ملي كنشوف 25 عام مزوجة مع 50 عام كيبقى فيا الحال. انتي الانسان اللي ظلمك في حياتك هو الوالد ديالك، واخا يكون حي ولا ميت، لان الوالدين خاصهم يربيو ولادهم وعدوهم الحب وما يخليهمش فيهم التقيبات والحفرات. حيت فاش كيخليو الوالدين واحد التقبة عامرة، اش كيجي كيعمرها؟ كيعمرها شي حاجة اللي كتطلع الدوبامين والاندورفين. يا اما غادي تعمرها لا دروك، دونك لا دروك تتعمر تقبة خلاوها الوالدين، يا اما علاقة جنسية. اذا هاد التقابي خاصنا نعرفوهم قبل ما نزوج. في نهاية المطاف استنتجت أن الحب ليس ضروري في نجاح علاقة زوجية، بل أكثر من ذلك أغلبية الأشخاص الذين كانوا يحبون بعضهم البعض لم ينجحوا في تقبل بعضهم البعض وكانوا أسرع في اتخاذ قرار الفراق. الحب قبل الزواج لعنة، لعنة ديال سيدي ربي. الحب خاصك إلا بغيتي شي وحدة، راه كاين حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تيقولها في تحية من مكناس، مرحبا بالناس من مكناس الله يعمرها دار. الحب قبل الزواج لعنة. الا بغيتو نفسرها لكم نفسرها لكم، انا مطلقة وكبرت وجاوني شحال ديال الخطاب وما بغيتش نتزوج حتى نلقى اللي بغيت ونرتاح ليه، والحمد لله دابا لقيت اللي بغيت وكنوجد الحلال، واخا عند اشكال انه صغر مني ومازال ما قلش ليه عمري. شحال عمرك وشحال عمره؟ كلامك على المطلقات انهم لا يصلحن للزواج مره اخرى لانهن متعلقات عاطفيا وجنسيا بالزوج السابق، معذره ولكن هذا ما دام قلتش الهضره لا، ولكن هذا الكلام لا يليق بمتعلمه مثلك، وهذا الحكم على ما اعتمدتي فيه قد تكون حاله خاصه واستثنائيه ولكن لا تبني عليه القاعده العامه والحكم بالمطلق. بلاتي بلاتي بلاتي، انت مره تقي الله في الحياه الدواره، وكل ساق سيسقى بما سقى، اسال الله العوض الطيب الكريم. بلاتي لالا بلاتي، دابا انت دويتي بالمشاعر، انا غندوي معاك لالا بالمشاعر عادي ماشي مشكل. دابا انت تطلقي ياك، ومنين ندوي انا على المطلقه؟ الفرق بيناتنا 4 سنين. قولي ليها لالا انا صغار، انا اكبر منك ب 4 سنين. سولك هو على عمرك واش والده؟ شوفي لالا كنزه اللي سولتي هذا السؤال، دابا انت جرحتي الموضوع ديالي جرحك. انا غندير دابا تصويت، الا قالوا لي الناس وقف الموضوع نسكت. انا ما قلتش لك مطلقه ما صالحاش للزواج،
انا قلت لك انا مطلقه اللي مزوجه مع رجلها 10 سنين من الفوق، والده معاه، كتبقى كتبغيه وما عندهاش الحق تقول لراجل اخر انا كنبغيك، وهي ما مشاتش عند الطبيب وتعالجت 100% من داك البغو ولا داك الحب داك التعلق اللي متعلقه بالطليق ديالها. داكو، وقلت لك ان المراه المطلقه خاصها ضروري تبعد من طليقها. يعني كنتي كان كيشوفك بلا فولار، مني كتطلقي معاه علاش كتبقاي تشوفيه بلا فولار؟ ما بقاش راجلك، علاش كتعرضي عليه؟ مثلا ممكن دو على المطلقات اللي نهار الجمعه كتعيط على طليقها وتتجلس وكتبقى تدور قدامه بالكولون، حشومه لا العيد. انا دويت على هاد المراه، انا دويت على المطلقه اللي عايشه هي ورجلها في دار وحده. علاش لا تعيشي معاه في دار وحده؟ مطلقه شاده راسها، وهذاك اللي طلقها تحك ليه نيفو، برافو عليها، حيت منين غتحكي ليه نيفو غادي يرجع وغادي يجيب العماريه وغادي يجيب الذبيحه وغادي يجيب بالعز وبالشان وبالزز منو عاجبو الحال. ولكن باش كتمشي تشدي واحد عزري وتزوجي بيه، علاش بغيتي عزري؟ وعلاش نتوما المطلقات ما كتمشيوش عند المطلقين؟ انتي مطلقه بربابك، تزوجي مع مطلق بربابه. مطلقه كتشوف دابا مرا عندها بنت مطلقه بالولاد، كتقول لك كتقول لها بغيت نتزوج بواحد السيد، كتقول لها لا ما تزوجيش به، مطلق عنده الولاد، باغا البنت العزري. قالت لها خاصك تزوجي بواحد عزري لا تابع لا متبوع، انت الولاد اللي جايباهم ليه؟ هانيه. المطلق بولادو ليح ولادو عند مرتو، مو منين تيبغي يجي يخطب وحده كتقول ليه لا هذيك دايز فيها الزواج، خاصك وحده عزبه بلا حشمه بلا حيا، هو ليح ولادو وهي كتقول ليه واش دايز فيها الزواج. اذا علاش نتوما دايرين هاد الانانيه؟ علاش نتوما تزوجوا وتفرحوا وتعيشوا وتعزروا وتشدوا واحد اخر عزري وتحكموا عليه انه يربي ولادكم؟ علاش؟ انا ما دويتش على المطلقه خايبه، داكو، انا قلت لك على المطلقه طلقتي واحد الراجل بعدي منه، وبما ان هذا الموضوع ما عجبكش لالا وخديتيه بواحد الحساسيه انا غادي نشرح لك، ما كاينش حالات استثنائيه لالا. ما قدرتش نقول ليه رغم انه سولني، قلت لو نقدر نكون كبر منك، قال ما كيهمليش، هو مطلق بطفلين وانا بدون وحنا فوق 40. الله يعاونكم لالا، انا ماشي سيدي ربي، الله يسهل عليكم. سولي والديك قال لك شحال عمرك، انت كبر منه بربع سنين، انتم عندكم فوق 40، انت مطلقه بلا ولاد، هو مطلق بجوج الاولاد، سولك ما بغيتيش تجاوبيه، بيناتكم علاقه مبنيه على بزاف ديال الاخفاء، حتى لواحد النهار وتكتشفوا داك الشيء، تقدروا تكتشفوه في داركم، تقدروا تكتشفوه في بلاصه اخرى. اليوم تطلع لي الحليمه انا غادي داير حوايجك كازيه، الا بغيتي لالا، الا كنتي مطلقه ياك لا ما تكتبناش حنايا، دابا عاد تكتبنا مع السيده بالحنان دابا اش عرفت من ديال الكيت، حيت السيده كتفوت بالشهد. لا سي خصها كانوا حكيت عنها ما يخطفوا الخدمه، كلنا خاصنا نعرفوا عرف وقعت الدار حكيتها. صالحوا واحد سوء تفاهم وقع مع واحد السيدة ما عجبهاش الحال ديالها مطلقة، وتجاوزتي حدودك لالا وقلتي الدنيا دوارة وكل ما يتسقى بيه واللي سقى شي حاجة غيتسقى بيها، ودخلتي في شي حوايج بينتي على واحد الحزن عندك لداخل لأنك مطلق. يعني انتي تتأكدي أن الهضرة اللي تنقول معقولة، أن الطلاق هو جرح، جرح عميق وكيخليك ديما مقروصه، هادشي راه فعلا لا شي لاش على اليوم وسطو لا لا خايبه، بصح انا ما كنبغيش المره تطلق وترجع تصاحب مع طليق. ها هي ام مريم ما عجبهاش الحال لا، اذا علاش انت ما عجبكش ندوي على مطلقه وليتي برك تدعي فيا والدنيا دواره ما احنا ماشي في الدنيا دواره لا، انت دابا لحتي عليا تقول ديال المحيط ديالك شنو دار لك منين طلقتي، فهمتيني؟ غترجعي لنفس النقطه، هو ان طلاقتي عرضك لواحد الحزن
انتي كتعيشي الحزن، تحية وتقدير من العيون، الله يحفظك وخير تبنات العيون. الراجل أو المرأة ما تكتشف حقيقته حتى اليوم طلاق، تبان الشخصية الحقيقية بلا قناع. واحد الحاجة كتوقع للمطلقين قدام القاضي وخايبة بزاف، غنقولها ليكم، ملي كتزوج مع شي وحدة وتتنعس معاها وهي باقا عازبة، باقا عندها الجلدة ديالها، غشاء البكر، باش كيسولك القاضي شحال من مرة تيقول لها راجلها، القاضي تيسول راجلها تيقول لي واش كان اش تيقولوا لها في القانون البناء ولا. سمعوا الدراري واحد النصيحة، والبنات تينكرها تيقول لي لا ما عمرني نعست معها، طبيا تقدري تثبتي انه نعس معك، انت باقا بنت ياك، كاينه شهاده كديريها، سير قلبي على طبيب شرعي، طبيب اختصاصي، طبيب عام. انا نقول لكم شخصيا انا فاش تنقلب البكاره ديال العيالات، تسمعوا مزيان اش غنقول لكم، كاينه المراه اللي ما مقيوساش كاع تكون عندها واحد البكاره معينه، كاينه المراه اللي كدير العلاقات السطحيه باينه من الطياره، انتي باقا بنت، ولكن الشهاده اللي غادي نعطي انا للقاضي، تحيه للقضاة فريمون كتخدموا خدمه نقيه، كلمه جوج جيب شهاده طبيه، برافو عليكم. هذيك الشهاده كيدار فيها ان السيده كانت عندها علاقه سطحيه، عندها الاثار ديال الاحتكاك، وهذيك الاثار كنعرفوا بالضبط شحال، قل من يومين، قل من 24 ساعه، قل من سيمانه، قل من 2 سيمانات، قل من شهر، قل من شهرين. يعني لا شهادة ديال بنت اللي عندها هذا المشكل دوي مع المحامي، والمحامي غيطلب لها الشهادة، كاع الأطباء في المغرب كيديروا هاد الشوايد، يطعن فيها طربي الطب الشرعي، يطعن فيها طلبي أستاذ ديال النساء والتوليدي، طلبي كاع بسيكياتر. قولي للمحامي بغيت راجلي يتعرض على طبيب نفسي وزمطيه باش يتعلم يشدك يعريك وينعس معاك، والديك ما فراسهم والو، لان الوالدين مساكن مغفلين، حيت انت منين كدير العقد بنتك كدير لها العقد مع واحد وكتقول لها من شهر 4 حتى شهر 8 عاد غدير العرس، راه هذاك من شهر 4 وشهر 8 هو تيقول لها نعسي معايا، من شهر 4 حتى شهر 8 هو يتلاوط بداك العقد ديال الزواج، يقول لها مشيو للوطيل وحنا عندنا العقد ديال الزواج وداك الشيء. سمعوا الدريات، سمعوا هاد الهضره تنقول لكم، راه كيتخلص على الفلوس باش تسمعها. اكبر حزن اكبر الم هو اللي كتحس به المطلقه، برافو عليك لالا، اي حاجه كتسمعيها كتقولي عليا، وكنبغي دائما تبين انها راه بخير، برافو عليك. دابا لالا كنزه هنا راه ما عايرتكش وما عايرش مطلقات، حتلاق الله اللي حلو، ولكن حنا انا تندير توعيه في مجتمع كله مطلق، دابا يقدر الدري ودور يبغي يتزوج يلقى هذه بنت اختو، هذيك الاخرى اختو، هذيك اختو من مو اختو، الاخر من باه، هذيك خت، انا نقول لك كل خوت، الا بقينا غادي بحال هكا زوج طلق، ويولي المغرب كل خوت. طلقتيه بعدي منه، ما قدرتيش تفرقي عليه، مصاحبه معاه تزوجي به، ما بغاش يتزوج بيك، خاصك تكون عندك شخصيه قويه تقول له اجي ولدي، اجي ولدي، واش باغي، واش انا عزيزه عليك، واش كتبغيني، واش توحشتيني، واش ما تقدرش تعيش بلا بيا، وسير اخويا عاود خطبني من دار. يقول لك لا وعرفتي امي صعيبه وداكشي، اذا انت بالنسبه ليه عاهره، هو في القلب ديالو، في الدماغ ديالو، في العقل الباطني ديالو، والله لا رجع معاك. دابا انت غير كتحبسيه، ما يرجع معاك بيتزوج مع واحده اخرى، اذا غادي يبقى في الفساد. علاش المطلقة، علاش راسك قاسه؟ لأنك مريضة تتعاني، ماشي خايبة ولا موسخة ولا عاهرة، انتي تعاني، انتي باقا مولفة داك الراجل، وهادشي مزيان، زيريه، بغيتي ترجعي معاه، إلا بغيتو نقول لكم الكود، نقول لك الكود، طليقك بغيتي ترجعي، تحية تقدير الميدل، الله يحفظك، تحية الناس ميدل، السلام دكتورة، وزيت الفاميكس، تعودينا ما شاء الله، الله يحفظك. اي مره مطلقه غادي تسمعني تندوي بحال هكا غادي تقرص، هذا القريص معروف سميتو واحد الاحساس انك انت اقل من الناس الاخرين وانك انت فاشله، هذا احساس كاين
كاينين الرجال تيقولوها، تيقولك انا من طلقت فشلت تهرست. دونك الطلاق هو واحد الكسره. لي كوتش الله يهدينا ويهديهم روجوا واحد الفكره ديال ان الطلاق عادي، هو ماشي عادي، هذيك تيبردوا بها على راسهم. واش دابا انا اسمعي نقول لك واحد الحاجه، تخيلي دابا انا مزوجه 12 عام مع راجلي والده معاه ثلاثه وطلقت، غادي نجلس بحال هكا ونضحك معاك ونقول لك السلام لاله مرحبا اليوم غندوي معاك هانيه؟ ميمكنش ميمكنش، راه غادي نجلس نشوف مرا جالسه مع راجلها غادي تقرص قد نبكي. انا تندوي معاكم دابا من نيتي بلا كذوب بلا حتى شي حاجه، كندوي معاكم في الواقع التوعيه الحقيقيه. الا كنت انا مطلقه وجايبه ولادي كنلعبوا وفي شي كلوب ولا شي حاجه وهادي، ونشوف واحد الوليد با هزو حطو فوق العود وانا ولدي هزيتو انا وحطيته فوق العود، ونشوف ولدي كيشوف با الدراري تيلعبوا مع والديهم وانا ولدي باه ما كاينش، راه غنتقرص راه غنتسمم، راه ولدي غيتسمم، ولدي غادي يخرج معاق عاطفيا لان باه ما كانش معاه. منين غادي نمشي للبحر وندي انا ولادي لابيسين يلعبوا ويعوموا؟ كلشي الدراري والديهم مغطوسين معاهم، باواتهم مغطوسين معاهم في الباصه ياك، وانا اش غندير؟ دابا دخلت عليك بالله اش غندير؟ مطلقه ولادي جالسين دريس على ما عرفش انا، يا هادو اللي كيشجعوكم على الطلاق ما عرفش ما عرفش علاش كديروا بحال هكا، علاش كتشجعيها باش تطلق؟ اللي بغات تطلق راه تطلق، ما عرفش علاش غتقولي لها سيري طلقي ولا تقولي لها الطلاق راه ماشي نهايه الدنيا. لا راه نهايه الدنيا اختي، نهايه الدنيا. واش انا كان عندي راجلي تنولي جالسه كندور بلا راجل؟ غادي نحقق ذاتي اسمحوا لي والله ما بغيت ندوين، كنبغي ندوي معكم بصراحه وتنفراني. ما فهمتش دابا انا مولفه واحد الحاجه مثلا في الليل ملي غنتفكر راجلي اش غندير؟ غادي نشعل فيديو ديال كوتش تقول لي لا المراه قويه والمراه كانت كتحارب بكري وكانت كتعاود لك واحد القصه ديال وحده سميتها اسماء، نيت هي سميتها اسماء، كانت كتطلع فوق العود وكانت كتهز السيف. سيري هزيها انت زهي دكتوره طلاق جرح عميق، برافو عليك، خاص المراه تعالجو باللي كاين حيت كي غيتعفن داك الجرح مع الوقت. كلام واعر، الا عالجتي الطلاق باللي كاين غيتعفن مع الوقت، خاصك تغسليه، خاصك تعترفي انك تجرحتي. ابغى هاد الحاله عند الله الطلاق، برافو عليك. خيب خيب راه ما حدك تتكذبي على راسكم، تبع لي كوتش ما حدك كتدمري، راه حنا في العياده كنعالجو الضحايا ديال لي كوتش. والاخر انا كوتش مطلق قال لك انا ما عمرني نتزوج مع عمر مطلق، يلا ما فهمش انا هاد الكوتشينغ في المغرب انا ما فهمتوش. انت كوتش بروفيسيونيل خاصك تعلم الناس كيفاش يربحوا العاق صافي، ماشي تولي باغي تعالجي اسره. انا ما فهمش كيفاش غتعالجي اسره وانت بغات، انت ما عارفاش الثقافه ديال هذيك البلاد، ثقافه مغربيه بغيتي تطبقي على انت ثقافه ديال شي بلاد اخرى، ما يمكنش ما يمكنش. دابا حنا خاصنا نعرفوا واش حنايا ثقافه مغربيه ولا ثقافه اخرى. ثقافه مغربيه الراجل كيتزوج مع مراته يبقى حتى كتدفن ولا كيدفنها، وباش كيدفن ولا كيدفنها المغاربه كلهم الناس الاولى تقول لك زواج ليله تدبيرو عام، خاصك عام. جيتي بغيتي تخطبني كنا مصاحبين وخويا عام ما غنبقاوش مصاحبين، ما نفسدو ما نديرو والو غنصليو. ماشي كلشي كيبغي الحقيقه، الا بغيتي كيبغيو يسمعوا داكشي اللي هما باغين. للاسف حتى النبي وصف المراه عند طلاقها بالكسر، ها وما يمكنش ما يمكنش، ونكون طبيبه نكون بسيكياتر ما يمكنش ما يمكنش من تهرس. واش نبغي نتسطيو الناس؟ كيفاش الطلاق بدايه الحياه؟ اذا حياتك مدمره. غنرجعوا لنفس الفيلم اللي قلت لكم انك انت تكوني مدمره وكتختاري زوج ما صالحش ليك وكتطلقي، حيت القرار اللي تاخذتيه في واحد الحاله غير صحيه. انتي كبره في المغرب اذا اوتوماتيكمون الطفل الداخلي ديالك واكل الصدمات والكدمات عادي.
خلصتي خدمتي الصالير الاول غتمشي عند الطبيب العام غتقول له انا دايزه عليا الدكاكه ما تيقاش فراسي تنحشم ما تنقدرش نمشي بوحدي ما نقدرش نجلس بلاصه بوحدي ما بغيت نكون نحس براسي قويه اي صيفطك عند الطبيب شوفي في الديفو فين كاين ولا شي ثقبه فين كاينه حيت الثقبه كتعمر واش كاين واحد النوع ديال الكوتش كتنصح به دكتوره ولا كلشي كلشي كيخربق كوتش بروفيسيونيل اه كوتش يوريك كيفاش تخدم كيفاش تكون بروفيسيونيل سمحوا لي ان ما كنتواصلوش عندك تواصل مع شي واحد راه غير تكون حساب مزور الكوتش تيوريك كيفاش دير الفلوس صافي والطبيب تيعالجك الكوتش بغى يدير خدمه الطبيب بغى يخرج عليك العمل ديالك دكتوره غتعرفيه وغتعرفي الاهميه ديالو امام الله سبحانه انت عميقه ما شاء الله تبارك الله عليك الله يحفظك دابا هاد الظاهره ديال التقابل انتما شوفوا وجهي كيفاش داير دابا ياك الا درت الفلتر غيبان شكل اخر الا درت المكياج دابا انا ما دايرهش المكياج ها داكو الا مشيت درت المكياج ما غيبانش هاد الشيء غيبان ها انتوما منين تكونوا الطفوله المراهقه الشباب القرايه ستريس كذا تخلف اميه بزاف الحوايج تخلف واخا بالديبلوم منين تخرج تلقى راسك مهرس عندك تقيبات هذوك التقيبات هي غتعالجهم بوحدك مثلا دابا انا خسرت النظام الغذائي من هذه السيمانه ندير لكم لايف بوجهي بحال هكا بلا مكياج غيبان لكم صفا ان شاء الله لبقينا حيين لا ما قوستوش عليا تبارك الله داكو علاش حيت غنشرب الماء حيت غندير بزاف ديال الحوايج الا مشيت درت المكياج طلستو اش كندير غنفرح ما نكذبوش ولكن غادي نادي راسي داكو الزواج منين كتزوجي مع شي واحد يفرحك اذا انت عندك ثقبه سميتها الحزن وهو ضركتيه بها ما تضركوش بشي واحد حتى انت ما تضركش بشي وحده ما تقولش انا غنزوج باش تفرحني ما يمكنش نفرحك فرح راسك فرح راسي دو في كيتلاقاو الله جل جلاله احل الزواج احل الطلاق ولو ابغض ربما هو حل لمشكلة عامة انا ماشي ساقف داكشي الله يجزاك بخير انا تنامر بالمكاتب ربي كيعطيك تمرين بغا نقدر نتزوج مع شي راه نقدر دابا انا كنشرح لكم هادشي نقدر نتزوج مع شي جلاخه من الدم اللي على النهار اللي تزاديت فيه ونخرج نقول لكم راه واخا تفهم تتفهم راه المكاتب مع دابا المكتب كاين ولكن حتى المكتب الا ما عرفتيش تزوج وعرفت تطلق الا فشلتي في الزواج ما تفشلش في الطلاق فشلتي في الزواج ما اختاريتيش الانسان المزيان في الطلاق ما تفشلش الطلاق الصحيح بعدي من الراجل انا اختاريتك انت مثلا ما عرفتش نختار تكرفستي عليا ندمتي على النار اللي تزاديت فيه غنخرج نقولها لكم بوجه احمر بكل روح رياضيه اسمحوا لي وكذا وكذا انا عييت ما نصح فيكم ولكن في الاخر جوج لا خلي تزوج مع واحد السكيري كل نهار مزرق لي عيني ونجي نقرب الكاميرا ونقول لكم شو عيني زرقاء ياك فشلت كتب عليا ولكن ما نفشلش في الطلاق ربي مكتب عليك الحاجه ولكن انت وهذاك السكيري اللي كنت مزوجه به نهار نطلق معاه ويجي عندي تلقى ليا ديك الساعه هضره اخرى باش ما نخلعوش المتتبعين البوليس 19 السلام عليكم تلقى لي طليقي تجي تقول لي توحشتك وداك الشيء نبلوكيك ونمشي نضرب لك الضر ونحرش عليك عائلتي صافي ولاد عمي وصافي فشلت في الزواج ما نفشلش في الطلاق راجلك جلاخه ملي طلقتي من الجلاخه قال لك اجي تصاحبي معايا جلاخه اس اثنان مكتوبك تصرفي ولكن تخليش شي واحد يجي يشطحك كيما بغا شطحتيني في الزواج ما تشطحنيش في الطلاق داكور تحياتي لك من سد المصير اقليم سطات مرحبا من سطات من يريد الزواج عليه ان يفكر في مستقبل امه وليس في لحظه لذه لان نواجج العلاقه هم اجيال سيؤثرون سلبا او ايجابا حسب نوع التربيه برافو عليك عطاك الله الصحه كلام معقول الله يحفظك دكتوره عرفتي شنو اللي خرج على المطلقات هو المجامر مجامر زعما السحور السحور كاع ما كيقدرش السحور ما توكلك شي مصيبه توكلك شي كيوكلو داكشي خايب المره كتوكل راجل داكشي كيولي الراجل داير بحال هذيك البطاطا قصبيه
والله الماكلة، ردوا بالكم من الماكلة، أما السحور ديال داك الشيء أجي عندي حيدك سحور، تسحر لك مرتك، تسحر لك شي وحدة في التصاور، أجي عندي حيدك سحور قسما بالله تنحيدو لك ونوريك الكود ونصيفطك عند الطبيب النفسي ويأكد لك الطبيب النفسي أن السحور تحيد لك ويكمل لك المعالجة، معالجة داك اللي كيقولوا في التيرانات. سلام دكتورة، أنا مزوجة بالراجل مطلق دابا 3 سنين، بالراجل مطلق، مطلقة ولا مطلقة؟ دابا 3 سنين كان مزوج سعود، عنده بنت هي اللي دارت الشقاق، ملي عرفتو تزوج كانت ما كتهضرش معاه واتصلت بيه قالت ليه اختار تزوجتي على بنتك دابا ولا تزوج على بنتك. اختي حاولي تفسري، حاولي تفسري لنا لالا، ما فهمتش شنو طاري. كاينه البنت اللي كتكون مزوجه مع باها، هادي كاينه، الا مشات تزوج مع واحده اخرى كتكون كتعاشر باها وداكشي، الله يستر زينا المحارم. ولكن شرحي لنا باش نعرفو، راه خصكم تعرفو. شوفو فين ما تبغي تزوجي مع شي راجل قسامو ربي لما قولوا لي واش ندوي ولا نسكت، حيت هادشي ديال الطلاق وداكشي فيه بزاف ديال الخنز، الا جيت ندوي عليه غتقولوا لي ما كتحشميش، واش ندوي بصراحة ولا نسكت؟ نعطيكم معلومات حصرية ميمكنش تلقاها في الكتوبة كاع، ولا تلقاها في شي فيلم، ولا تلقاها في شي برنامج، ولا واش ندوي ولا نسكت؟ هي الطابلة كاع تفاطم.